اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام على صفحه تكمل العربيه معكم محلل التقنيه جوزيف ظهريه. اليوم بهذه الجلسه جلسه بعد الظهر راح اشرح لكم مؤشر الار اس اي، كيفيه استعمال مؤشر الار اس اي. طبعا مش بس كيف نتعلمه بالكتب او بنتعلمه لما نعمل سيرش على الانترنت، وبينما كيف شركه تكمل او محللي شركه تكمل كيف يستعملوا الار اس اي وكيفيه تعديل ارقامه كرمال ليصير عندي او لنقدر نستفيد منه وناخذ نتائج افضل. طبعا كل مؤشر موجود عندي على منصه التداول ممكن انه يفيدني بطريقه او ما، ولكن الامور او الارقام الباي ديفولت اللي بتجي ضمن الرسوم البيانيه او ضمن المؤشرات اللي بندخلها على الرسوم البيانيه طبعا ما بتكون دقيقه، فنحن بنعدل فيها كرمال يصير عندي اذا بدكم نتيجه افضل وناخذ نقاط دخول وخروج من هذا المؤشر المعين اللي عم نستعمله. اليوم بمؤشر الار اس اي بندخله طبعا على منصه التداول فقط لما نضغط على الانديكيتورز اوكي واوسييترز بندخل على الريلاتيف سترينث اندكس. بهذه الحاله بكون عم دخل مؤشر الار اس اي او مؤشر القوه النسبيه. من اسمه هذا المؤشر طبعا بكون عم بدلنا على قوه السوق. البيريد ال 14 بنتركها 14 والليفلز طبعا رح فسر لكم بالاول الليفلز اللي هي بتكون باي ديفولت او الارقام اللي هي 30 و70 بنتركها مثل ما هي لحديت ما نرجع نحن او نعدل فيها. هلا بقول لكم شو بنعدل وشو لازم نحطها اذا بدكم للارقام كرمال تصير دقيقه اكثر الامور. بهذه الحاله بتلاحظوا انه نحن مؤشر الار اس اي عندي نقاط اللي هي الصفر 30 السبعين والمية، فمعظم المستثمرين لما يتداولوا بشوفوا انه الار اس اي عم بيرتفع وينخفض بطريقه معينه وما عم نقدر نستفيد من هذا المؤشر او ناخذ منه اشارات جديه. خليني اقول لانه طبعا بكون عندي اذا بدكم مرحله افقيه وبكون الار اس اي عم بيعطيني اشارات خاطئه، فبهيدي الحالة طبعا المؤشر او المستوى السبعين هي يعتبر مستوى خلينا نقول منطقة التشبع بالشراء او الاوفر بوت بوزيشن، ومستوى 30 هي منطقة الاوفر سولد بوزيشن او منطقة التشبع بالبيع. فبهيدي الحالة المستثمر يتوقع انه عند تدخيل هذا المؤشر لما نوصل عند مستوى السبعين لازم نتوقع انه يرجع السوق ينخفض، ولكن اوقات مثل ما بتلاحظوا هون اوقات المؤشر بيرتفع فوق مستوى السبعين وانما ايضا الاسعار بتكفي ارتفاعها، فانا بقول دخلت بمركز انخفاض وبينما الاسعار او السلعه او المؤشر المعين او خليني اقول العمله المعينه بتكفي ارتفاعها، وهذا الشيء بيؤدي الى خسائر يعني مش طبيعيه. طبعا يعني خسائر راس مالنا اللي هي اذا تحرك على سبيل المثال هون عم ندور على اس بي 500 يعني ارتفاع بسيط فوق مستوى دخولنا، يعني عم نتكلم خمس نقاط للاس بي عم نتكلم تقريبا بحدود ال 300 دولار يعني منه رقم بسيط. فبهيدي الحاله ايضا مؤشر الار اس اي لما يعطيني منطقه تشبع بالبيع او سيل بوزيشن مثل هيدي الاشاره هلا بتلاحظوا انه نحن لازم ندخل بمركز ارتفاع وانما ممكن انه يتخطى الار اس اي مستوى ال 30 اللي هو منطقه تشبع بالبيع، وهيدي بهذه الحالة بنكون دخلنا نحن في مركز شراء وبينما الأسعار بتكف اتجاه هابط وممكن نخرج من مراكزنا على خسارة. فبهذه الحالة طبعا بدنا نحن نلاقي حل لهذه الاختراقات لمستويات السبعين والثلاثين. فبمؤشر RSI نحن بنفضل انه نعدل الأرقام وبهذه الحالة نحن نتجه لمستويات خليني أقول أعلى من مستوى السبعين وأوطى من مستوى الثلاثين. ولكن أنا قبل ما أعدل الأرقام بدي أعطيكم خليني أقول سيناريو معين اللي بدي اقول لكم اياه. انا اذا في حال السوق او العمله باتجاه عام صاعد، يعني خليني اخذ على سبيل المثال هذا الار اس اي اللي هو مستوى ال 30 ومستوى ال 70، فبهيدي الحاله انا اذا في حال باتجاه عام صاعد، هيدا اول سيناريو انا عم بقول لكم اياه، اول سيناريو اللي هو اذا في حال باتجاه عام صاعد نحن لازم يكون عندي هون انا 30 70 هيدي المنطقيه او الطبيعيه اللي هي عاده يعني خليني اقول لما ندخل المؤشر. اذا في حال عندي انا هذا السيناريو اللي هو سيناريو الصاعد من المحبذ انه انا مستويات ال 30 كرمال اصير ادخل بمراكز شراء، مستويات ال 30 للار اس اي ترتفع وتصير 40 لانه عم نحكي باتجاه عام صاعد، وال 70 ايضا ترتفع لتصير 80 اوكي. فبهيدي الحاله بالاتجاه العام الصاعد لازم انا ارفع الارقام 10 من تحت و10 من فوق بتصير 40 و80. فبهيدي الحاله طبعا بكون انا كل ما يرتد الار اس اي لمستوى ال40 عم بدخل بمراكز شراء وعم بعرف انا نقاط منطقه التشبع بالبيع، لانه فقط بالمرحله او الاتجاه الصاعد الارتدادات بيكونوا مجرد ارتدادات تصحيحيه، منه اتجاه عام هابط، نحن الاتجاه العام صاعد ونحن الارتدادات او التصحيحات هن مجرد اذا بدكم موجات تصحيحيه لنكفي اتجاه الصاعد. ف
فنحن لما نعلي الار اس اي لل 40 بكون عم باخذ اشاره جديه، ويعني خليني اقول ممكن انه ندخل عليها نقاط دخول او مركز شراء. هلا انا اذا في حال طبعا بدي نحكي عن سيناريو الاخر اللي هو سيناريو الهابط، خليني اقول سيناريو الهابط هي نفس الامور طبعا ولكن بالعكس. سيناريو الهابط بكون عندي اتجاه عام هابط، اوكي هذا السيناريو رقم 2، بكون عندي انا عاده 30 هون و70 صح؟ بالاتجاه العام هابط لازم ننزلهم 10 ب10، يعني بدل ال70 لازم تصير 60، وبدل ال30 شو لازم تصير 20. فبهيدي الحاله الار اس اي لما انا يرتفع لمستوى ال60 دغري بعرف انه انا هيدا الارتداد بيكون ارتداد تصحيحي الى الاعلى، ثلاث موجات تصحيحيه لنكفي اتجاه هابط، فانا بقدر ادخل بمركز بيع او سيل بوزيشن. ومنطقه ال20، ليش منطقه ال20 وطينا الار اس اي؟ لما يصير عندي هول الاختراقات اللي عم تشوفون امامكم ويخترقوا مستوى ال30 واخرج انا من مركزي واقول انه ساصبح عندي منطقه تشبع بالبيع، فلازم اخرج من مركزي وادخل بمركز شراء وغير الاتجاه، يصير اتجاه معاكس، انا بعطيه مجال اكثر للسوق يرجع ينخفض ولا يكفي اتجاه الهابط، بما انه نحن باتجاه عام هابط على المدى الوسط او للطويل. فبهيدي الحاله بنعدلهم، بنحط 70 و60 عفوا و20 بالاتجاه العام الهابط. بينما بالمرحله الافقيه اهم مرحله اللي هي بندخل فيها، طبعا عندي ثلاث مراحل بالاسواق الماليه، انا عندي اتجاه العام الصاعد الهابط او المرحله الافقيه. المرحله الافقيه لما نكون داخلين فيها هي الاخطر والاصعب، فبهيدي الحاله الار اس اي بيكون عم بيخترق مستويات ال70 مثل ما عم بتشوفوا هون، وعم بيخترق مستويات ال30. فبهيدي الحاله لازم اعدل انا من فوق ومن تحت الار اس اي او مؤشر الار اس اي. فبهيدي الحاله انا بدل ما يكونوا 70 و30 اللي هن ارقام الطبيعيه، بتصير هون بعليها نقطه اللي هي بتصير ال80، وبوطيها نقطه العكس، ما بوطيهم اثنيناتهم او بعليهم اثنيناتهم. بالمرحله الافقيه لازم اعلي 70 ل 80 وال 30 لازم تنزل لتصير 20، هيك بعطي انا مدى اكثر او مجال اكثر للارتفاعات والانخفاضات ليصيروا دقيقا اكثر. هلا رح انا ضلنا على نفس رسم البياني، لاحظتوا انتم هون كيف عم نشوف اختراقات لمستوى ال 70% ومستوى 30%. طبعا نحن رح نجرب انه نصححها، ما رح نقدر نلغيها 100% لهذه الاختراقات، ولازم بدنا نحسنها ونعدلها. فمؤشر ار اس اي بنلغيه وبنرجع بندخل مؤشر ار اس اي عن جديد، ريلاتيف سترينث اندكس او مؤشر القوه النسبيه، ندخل على الليفلز ومعدل ال 30 بنعدله بنعمله 20، ومعدل ال 70 بنعدله وما بنعمله شو 80. فبهيدي الحاله طبعا بكون انا عم بعدل الارقام، وبتلاحظوا الاختراقات اللي كان عندي اياهم لمستويات ال 30 وال 70 اصبحت ضئيله جدا عند مستويات ال 80 وال 20%. فبتلاحظوا انه هون اختراقات بسيطه جدا، يعني ممكن اتحمل نقاط دخول او نقاط دخول تكون خليني اقول حساسه اكثر من مستويات ال 30 و 70. بتلاحظوا انه اذا انا بدي ادخل بنقاط دخول على القيعان والكمم لمؤشر الار اس اي، ممكن انه اخذ نتيجه واخذ السوق على اوطى مستوياته او حتى على اعلى مستوياته، ادخل بمراكز بيع ومراكز شراء. فبهيدي الحاله صار عندي اذا بدكم اشاره دقيقه اكثر فقط بتعديل الارقام اللي هي 20 و80، اللي هي بتعطينا مجال اكثر بالمرحله الافقيه ليتذبذب فيها او ليتقلب فيها مؤشر الار اس اي. هيدا اول استراتيجيه ممكن انه نتداول فيها باستعمال هذا المؤشر او مؤشر القوى النسبيه. هلا الاستراتيجيه الثانيه اللي هي اسمها الدايفرجنس والكونفرجنس. هلا اهم شيء انه كل الامور واضحه طبعا بالنسبه لهذا المؤشر لتعديل الارقام او لمؤشر القوى النسبيه. هلا الاستراتيجيه الاخرى اللي هي راح تكون طبعا استراتيجيه الكونفرجنس والدايفرجنس باستعمال شو مؤشر الار اس اي ايضا او مؤشر القوى النسبيه. مندخل مؤشر الار اس اي على سبيل المثال، خلينا ندخل على عمله معينه، خلينا ندخل على نيوزيلندي دولار. خلينا نقول نيوزيلندي دولار هي من اكثر العملات اللي ممكن انه ندخل فيها بمؤشر الار اس اي على الكونفرجنس والدايفرجنس. بكل بساطه بغض النظر شو كانت الارقام 20 او 80 او الى اخره، الدايفرجنس والكونفرجنس بكل بساطه شو بتقول لي؟ بتقول لي انه المؤشر القوى النسبيه لازم هو على سبيل المثال يمشي مع الاسواق الماليه. يعني اذا في حال نحن عم نرتفع بالاسعار لازم يكون الاسعار الار اس اي عم بيرتفع. اذا في حال خليني اقول سجلت قمه معينه، رجعت سجلت، خلينا نعطيكم مثلا هذا الار اس اي على سبيل المثال مستوى ال 80 او ال 20 و 80 وال 20. اذا في حال الاسواق الماليه عم ترتفع لازم الار اس اي ايضا يرتفع بنفس الشكل، واذا عم ترجع تنخفض ترجع تعمل قمه لازم يرجع الار اس اي ينخفض يرجع يعمل قمه. فبهيدي الحاله اذا سجلنا مؤشر الاسعار سجلت قمه
ورجعت سجلت كمة أعلى منها، فبهيدي الحالة الأرس آي لازم يسجل كمة وكمة أعلى منها. نفس الأمور لازم تمشي، الأرس آي بيمثل السعر، فإذا رجعنا سجلنا كاع وكاع أوطى منها، بهيدي الحالة الأرس آي لازم يسجل كاع ورجع كاع أوطى منه كمان، فبهيدي الحالة لازم يمشوا سويا. شو بتقلي استراتيجية الكونفرجنس والدايفرجنس؟ بتقلي إذا في حال الأرس آي عطيني إشارة بعكس الأسواق المالية، يعني على سبيل المثال هوني السوق عم بيرتفع، سجل لي أول كمة، رجع سجل لي كمة أعلى منها، فبهيدي الحالة الأرس آي لازم يسجل أيضا مثل السعر، لازم يسجل لي كمة وكمة أعلى منها. بتلاحظوا الأرس آي سجل لي كمة وكمة أوطى منها، فبهيدي الحالة أنا أصبح عندي شيء اسمه دايفرجنس، وبهيدي الحالة أنا مين بصدق؟ ما بصدق الأسواق ولكن بصدق الأرس آي. الأرس آي هو اللي عم بيعطينا الإشارة الصحيحة على إنه السوق أو مؤشر القوة النسبية، الكمة الثانية هيدي كمة رقم واحد وكمة رقم اثنين، الكمة الثانية ما كان فيها القوة الكافية لترتفع وتسجل أرس آي كمة أعلى من الكمة السابقة، فبهيدي الحالة هيدي إشارة سلبية ولازم الأسواق المالية ترجع تنخفض، فأنا بدخل بمركز بيع. انتبهوا، إذا بتلاحظوا القمم عادة، إذا هون قمة أعلى وقمة أوطى لازم الأرس آي يسجل مثلها، إذا هون على سبيل المثال قمة أعلى 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 لازم هون بتلاحظوا الأرس آي قمة أعلى أعلى أعلى، فبهيدي الحالة طبعا الأرس آي بيسجل نفس الأمور مثل السعر في معظم الأوقات، وإنما ببعض الأوقات بياخد إشارة خاطئة. فأنا بهيدي الحالة لازم أنظر فقط للقمم ولا أغلاق الأسعار، ولازم أعرف أنه أنا أصبح عندي شيء غريب هون، انه الارس اي عم بيعطيني اشارة انه السوق بطل في قوة مثل قبل، فبهيدي الحالة لازم نبتدئ انخفاض. وايضا على الكيعان يعني نفس الامور بنمثلها على الكيعان. خلينا نشوف سيناريو اخر على سبيل المثال لنشوف شو ممكن نشوف بالارس اي اذا عندي كم، خليني اقول او يعني اذا بدكم سيناريو اخر ممكن ندخل على رسم بياني اخر، ولكن كم بدي اخد او شوف مثل اخر. ليكو هون، ليكو هون الأرس آي شو حلو، شو ملا إشارة عطيني. بتلاحظوا هون لازم فورا مثل ما عم نسجل كمة، سجل الأرس آي هذه الكمة، رجع انخفض لقاع، نفس الأمور عم يمشي السوق واضح بشكل وضوح، سجل كمة بيرجع كمة أعلى، كمة بيرجع كمة أعلى، فبهيدي الحالة رجع انخفض، رجع انخفض الأرس آي، رجعنا ارتفعنا. ركزوا هون شو اللي صار، ارتفعنا بالسوق، ارتفعنا بالأرس آي، سجلنا كمة وكمة أعلى منا، فبهيدي الحالة هون الأرس آي سجل كمة وكمة أوطى منها، عطيني إشارة سلبية على إنه الأرس آي فرجاني إنه بتاني كمة بطل عندي القوة الكافية لكف الاتجاه الصاعد، فممكن أنا هون أعرف إنه عندي إشارة بيع وأدخل بمركز بيع. طبعا هلا أنا داخل على رسم بياني اليومي، فيكم تدخلوا على رسم بياني الأربع ساعات والساعة والثلاثين دقيقة وتاخذوا إشارة من هذا الأرس آي، ولكن طبعا بتعرفوا رأيي بالموضوع أنه أنا على طول بفضل وبحبذ الرسوم البيانية على المدى الطويل اللي هي أربع ساعات وما فوق. فبهيدي الحالة هون عم بتلاحظوا الانخفاض من 0.88 ل 0.76 أو حتى أوطى 0.72، عم نتكلم تقريبا بحدود 1600 نقطة، 1600 بيب، يعني عم نحكي على 16000 دولار. فبهيدي الحالة طبعا العقد كامل، ما رح نحلم نحن ونقول انه نحن استفدنا من هذا الانخفاض كله، ولكن اقلهم شو معه ب 100 نقطه، 100 نقطه يعني اذا عقد كامل يعني 1000 دولار، اذا نصف عقد 500 دولار، اذا عشر من العقد اخذنا 100 دولار. فبهيدي الحاله طبعا انا ماني مضطر او ماني عم بطلب منكم انه تمشوا مع الاتجاه العام كله وتستفيدوا من ال 1600 نقطه، لا، اللي عم بقول لكم اياه انه اقله انه ناخذ اشاره جديه من الاسواق الماليه، ونعرف انه اذا في حال بدنا ندخل بهذا السيناريو ندخل باستثمار جدي، ويكون خليني اقول عم بيعطيني عم بياخد عم بيستند على شيء معين، وعم بيستند على استراتيجيه معينه، واللي ممكن تفيدني بالتداول اللي عم بدخل فيه او بالمركز اللي عم بدخل فيه. هيدا بالنسبه للار اس اي، ناخذ القمم والكعان لنسجل. ليكو هون عندي كمه اعلى من الكمه وهون عندي كمه اوطى، فبهيدي الحاله عطاني اشاره انه لازم السوق يضعف، فانا اللي بصدق هو الار اس اي، وبلاحظت انه السوق انخفض باتجاه هابط من مستويات 0.85 لل 0.81، عم نتكلم على 400 نقطة. فالأرس آي مش بس بياخدوا منطقة التشبع بالشراء ومنطقة التشبع بالبيع، أنما بياخدوا القمم والكعان ليعرفوا إذا عم بيسجل السوق ضعف أو قوة معينة من وراء هذا المؤشر. بتمنى تكونوا عم تستفيدوا من تقريبا من هذا المؤشر اللي شرحت لكم إياه، فاستعملوه للتداول، ادخلوا فيه يعني على طول لما تحللوا الرسوم البيانيه
فقط دخلوا المؤشر الار اس اي لبعض دقائق وتاكدوا انه اذا عندكم اشاره كونفرجنس او دايفرجنس على الرسم البياني قبل ما تدخلوا. هيك ساعتها بتدعموا نظريه البيع والشراء ونظريه المركز اللي عم تدخلوا فيه بناء على استراتيجيه معينه اللي هي اقلها منطقه التشبع بالبيع والشراء وايضا منطقه الكونفرجنس والدايفرجنس. فبهذه الحاله طبعا اللي بدي اقول لكم اياه انا انه هذا المؤشر مفيد جدا، بتمنى انه تكونوا عم تستعملوه بمعظم المؤشرات او عم تستعملوه بمعظم المراكز اللي عم تدخلوا فيها او مراكز التداول تبعكم والاستثمارات. بتمنى لكم نهار مثمر وان شاء الله بشوفكم بجلسه صباحيه غدا ب 22/5/2018. كان معكم محلل تكنولوجيا الظهريه، الى اللقاء.